حبلش هلا بالملف الثالث من ملفات مقرر الحساسات للسنة الرابعة هندسة الحاسبات التحكم الآلي بجامعة تشرين. موضوع هذا الملف هو حساسات الحرارة temperature sensors. لكن قبل ما أبلش بالحديث لازم أذكر، من الضروري أن أذكر أنه الشرائح من تجميعي لكن ليست من إعدادي بشكل كامل. كان عندي مصدرين رئيسيين، المصدر الأول هو هذا الملف. صراحة ما قدرت ألاقي فيه أي توثيق، فلازم أذكر اسم الملف واسم الكاتب. الملف الثاني هو هذا ملف ايضا تمبريتشر سنسور، عرض باوربوينت، وهون عندي الكاتب الاخير. صراحة الملفين العرض فيهم شفته كثير مفيد وكثير كثير واضح، فلهيك استعنت فيهم، لكن للاسف ما قدرت اوثق المصدر تماما. نرجع له ملفنا، هو رح يكون من نوع المقرر. ناقش بهذا الملف تشكيلة واسعة من حساسات الحرارة وحساسات مستخدمة لقياس درجة الحرارة. في هذا الملف عندي مجموعة من النقاط. بالبداية رح أعرض مقدمة عن الحساسات وتطبيقاتها. قدم عن حساسات وتطبيقاتهم. رح أعرض الأشكال الثلاثة الأساسية لحساسات الحرارة، هي أول شيء ثيرمو ريزيستيف سنسورز، بعدين ثيرمو إلكتريك، وبعدين الأشكال المعتمدة على الأنصاف النواقل، هي ممكن تكون بشكل أنصاف نواقل PN جونكشن وترانزستور أو حتى دارات متكاملة. بعدين رح أعرض مجموعة من طرق قياس درجة حرارة باستخدام أساليب مختلفة عن الأساليب الأساسية الثلاثة. بعدين راح أعرض شوية أمثلة عن الطرق قياس، تعطيني طبعاً تأشير ميكانيكي لدرجة الحرارة، وآخر شيء راح أعرض مجموعة من التطبيقات لحساسات الحرارة عن استخدامها كمشغلات أو أكتشويترز. من البداية راح أقول إنه حساسات حرارة من أكثر حساسات شيوعا، سواء بتطبيقات صناعية معقدة أو بتطبيقات بسيطة، يعني ممكن نشوفها بأي شكل من أشكال الصناعات، مثلا الصناعات الغذائية، صناعات أي شكل من أشكال وسائل النقل، عمليات توليد الطاقة بمختلف أشكالها، إذا عم راقب أي مثلا استهلاك للطاقة بالمنزل، سواء تسخين مي أو تدفئة أو تبريد أو رطوبة، أنا كلياته عم يكون في عندي فيه مراقبة درجة حرارة. مثلا بالمشافي وبالمخابر درجة حرارة من أهم القياسات التي يتم مراعاتها، وحتى بعض التطبيقات الحساسة مثلا مثل حاضنات الأطفال حديثي الولادة. فرح أقول إنه حساسات الحرارة من حساسات الواسعة الاستخدام، فلهيك رح أعرض تشكيلة واسعة نوعا ما من هالحساسات. حساسات الحرارة فينا نقول إنه بشكل عام هي حساسات ذات بنية بسيطة، يعني تركيبة نوعا ما غير معقد. في أكثر من طريقة للحصول على أشكال مختلفة من الحساسات، لكن في عنا حساسات شائعة. من أشهر الثيرموكابلز، تعتمد على تشكيلة من نوعين من المعادن موصولة مع بعضها. بلتير سيلز هي خلايا بلتير، هي يتم تكوينها من مجموعة من الثيرموكابلز حتى أحصل على مصدر لجهد مستمر، راح أحكي عنها بعد شوي بالتفصيل. والحساسات ريزيستيف سنسورز هي حساسات تعتمد على قيمة أو تغير قيمة مقاومة مع تغير درجة الحرارة.
أيضا راح أقول إنه في عندي بعض الحالات ممكن استخدم حساسات الحرارة كمشغلات أو أكتشويترز، وأيضا راح أقول إنه في عندي إمكانية لا حتى أعتمد على قياس درجة الحرارة في قياس ظواهر أخرى مثلا مثل إشعاعات الكهرطيسية أو سرعة هواء أو تدفق شيء معين، ممكن من خلال قياس درجة حرارة أحصى على هذا القياس. مع العلم أنه ممكن أشكل حساسات حرارة من نواقل، يعني بشكل عام هي معادن، ومن أنصاف نواقل، ورح أشوف الاختلافات الأساسية بين الشكلين. كتصنيف لأشكال الحساسات قياس درجة حرارة، في عندي ثلاث أشكال أساسية. الشكل الأول هو الثيرمو ريزيستيف سنسورز، وان هي حساسات تعتمد على تغير قيمة مقاومة مع تغير درجة حرارة، راح تعتمد على النواقل أو على أنصاف النواقل. راح ناقش أشكال معتمدة على النواقل RTD، حتى راح أشوف إنه في بعض أشكال RTD تعتمد على أنصاف النواقل حتى. وبالنسبة لأشكال الثيرمو ريزيستيف اللي تعتمد على أنصاف النواقل، في عندي الثيرميستورز هو الشكل الأكثر شيوعا، وحساسات NTC وBTC رح أحكي عنها بالتفصيل. عن ديودات ممكن اعتبارها مع الشيء اللي بيغير مقاومته مع أنصاف مع تغير درجة حرارة، لكن ممكن إدراجها في هذا التصنيف، وممكن إدراجها مع حساسات حرارة باستخدام أنصاف النواقل Semiconductor Junction Sensors. إذن الشكل الأول ثيرمو ريزيستيف، رح أشوف منه شكلين رئيسيين. الصنف الثاني الأساسي من أصناف حساسات حرارة هو يعتمد على الأثر الكهروحراري، والثيرمو إلكتريك سنسورز. رح أشوف واحدة التكوين الأساسية هي الثيرمو كابل، من خلال تجميع أكثر من ثيرمو كابل أحصل على شيء اسمه ثيرمو بايل. والثيرمو بايل رح أستخدمه بتشكيل خلايا بلتير، ممكن استخدام كمشغلات أو أكتشويترز. الشكل الرئيسي الثالث هو الشكل المعتمد على أنصاف النواقل، رح أشوف استخدام الديود أو ترانزستور أو دارات متكاملة كحساسات حرارة. عن أكيد عندي ثلاث أشكال أساسية وأشكال فرعية واسعة جدا. أكيد بنهاية الملف رح أجري مقارنة حتى أشوف كل شكل وين بيفيدني، وين نقاط قوته وين نقاط ضعفه. أكيد في مبرر لوجود هذه التشكيلة الواسعة من الحساسات. أيضا في عندي تشكيلة من حساسات مستخدمة لقياس درجة حرارة، لكن تعتمد على طرق مختلفة عن هالأشكال الثلاثة الأساسية. يعني رح أشوف شيء يعتمد على سرعة الهواء أو سرعة الإشارات الصوتية، أو شيء يعتمد على مثلا تغيير طور الإشارة الضوئية. رح أشوف أكثر من شكل، مثلا من الحساسات تعتمد على الغازات التي تعتمد على الأثر ميكانيكي لحتى تعطيني قراءة درجة حرارة. رح أنطر مجموعة مقبولة من الأمثلة توضح الأشكال المختلفة. بالبداية رح بلش بالصنف الأول، هو الثيرمو ريزيستيف سنسورز. سبق وذكرت أنه الثيرمو ريزيستيف سنسورز هو حساسات تعتمد على تغير قيمة مقاومة معينة مع تغير درجة الحرارة. في إلى شكلين أساسيين. الشكل الأول هو Resistive Temperature Detector أو RTD، هو عادة عندي ناقل بشكل سلك. راح أشوف أكثر من شكل لإله. أكيد السلك عم تغير مقاومته مع تغير درجة الحرارة. ممكن يشوفه بشكل متوضع على شريحة لقياس درجة حرارة أسطح. وممكن نشوف أنواع من RTD تعتمد على أنصاف النواقل مثل السيليكون. الشكل الثاني لي Thermal Resistive Sensors هو Thermistors، اللي هو اختصار لي Thermal Resistor. في عندي شكلين رئيسيين هنون NTC Negative Temperature Coefficient و PTC Positive Temperature Coefficient. كما راح أعرض بالتفصيل كيف راح
أصائل الحساسات وكيف راح استخدمها. بالبداية شنو هي ثيرمو ريزيستيف افكت؟ هذا الأثر اللي بيظهر عندي مع تغير درجة حرارة، تغير عندي مقاومة ناقل معين، هو شيء يعتمد أو يرتبط ب يرتبط مع خصائص هذا الناقل. هذا الناقل رح أشوف إنه أنا ممكن يكون عندي نواقل هي أغلبها معادن، ورح أشوف كيف رح أستخدم كمان أنصاف النواقل لحتى أحصل منها على قراءة لدرجة الحرارة. أكيد رح أشوف إنه رح تغير مواصفات هذا النصف الناقل أو حتى الناقل مع تغير درجة الحرارة. بشكل أساسي بالثيرمو ريزيستيف إفكت يتم قياس المقاومة واعتبار جميع البارامترات الأخرى المرتبطة بالناقل أو نصف الناقل، اعتبار البارامترات الأخرى ثابتة. ومن المعروف أنه إذا كان عندي أنا مقطع معدني معين، قيمة المقاومة اللي له ترتبط بطول ومقطع ومعامل الناقلية، طول مقطع ومعامل الناقلية. قبل ما تابع رح يظهر معي مجموعة من العلاقات الرياضية، أكيد أنا ماني مسؤول عن حفظ العلاقات الرياضية، أنا مسؤول عن الاستفادة من هالعلاقات الرياضية لحتى أفهم كيف عم أحصل على القياس المطلوب. أكيد الحفظ غير مطلوب، لكن إذا شفتها علاقة رياضية أنا لازم أفهم، لازم أفهمها ولازم أعرف كيف عم أحسب درجة الحرارة منه. إذن قلت إنه المقاومة لناقل معين تتعلق بالطول والناقلية والمقطع. بالنسبة للناقلية، رح أشوف إنه ترتبط بدرجة الحرارة ومجموعة من الثوابت، منها رح أقول الناقلية عند درجة حرارة مرجعية، عادة هي درجة 20 درجة مئوية، ودرجة حرارة مرجعية سبق إنه هي 20 درجة مئوية. عندي هون هذا المعامل هو temperature coefficient of resistance، هو معامل اللي بيربط بين المقاومة ودرجة الحرارة لناقل معين ووحدته واحد على سلسيوس. إذا بعوض عندي هون هذه المعادلة ضمن معادلة R، راح أصل على تابع بيربط المقاومة R. شوف إنه R كتابع بالنسبة لدرجة حرارة صار في عندي بهذا الشكل، وإذا اعتبرت إنه هل قيم ثابتة راح أقول إنه المتغير عندي هو درجة الحرارة. وعند حساب قيمة المقاومة أنا قادر أحسب درجة الحرارة مباشرة، وأنا هذا الشيء راح أعمله، يعني راح أقيس قيمة المقاومة ومن خلالها شوف شو درجة الحرارة الموافقة. هذا تفصيل للمعاملات اللي حكينا عنها، تي سيجما صفر، تي صفر هي 20 درجة ومعامل ألفا. كمثال إذا كان عندي مثلا قطعة من النحاس أو سلك من النحاس، عندي سيجما صفر 5.9 × 10⁻⁷ سيمنز على متر الناقلية، عندي المعامل ألفا هو 0.039 واحد على سلسيوس، وذلك عند درجة حرارة مرجعية 20 درجة مئوية. مقطع السلك 0.1 مليمتر مربع وطوله 1 متر. رح شوف انه تغير بمقدار المقاومة بمقدار 6.61 × 10⁵ اوم لكل درجة مئوية، وقيمة مقاومة عند درجة حارة تي صفر تساوي 20 درجة مئوية، قيمة المقاومة تساوي 0.017 اوم. هذا الشيء عم يوافق عندي انه
في عند تغير مقدار 0.38% من مقاومة هذا السلك لكل درجة مئوية. باختصار إذا كان عندي أنا هالمواصفات صار فيني أقول أنه لكل درجة مئوية واحدة عم تتغير قيمة مقاومة هذا السلك بمقدار 6.61×10^5 أوم لكل درجة مئوية واحدة. مثل ما سبق وذكرنا أنه نقيس قيمة المقاومة بيطلع معنا درجة الحرارة. بالنسبة للشكل الأول من أشكال الحساسات RTD، الشكل الأول هو الواير RTD أو RTD مصنوع من الأسلاك، عطانا يكون من قطعة إلى طول محدد من سلك معين إلى مقطع متناسق وخصائص كيميائية وأبعاد متناسقة، عادة تكون مصنوعة من مقاطع صغيرة أصغر من 0.1 ملي متر لأجل الحصول على مقاومات عالية. هالمقاطع الصغيرة تحتاج إلى حماية، خصوصا بكون عندي احتمالية وجود إجهادات على هالحساسات، فلهيك ممكن نشوفها أنه هالمقاطع مدعومة بحماية من الزجاج أو من الميكا، وهذا الشيء بهدف تقليل أي إجهاد ممكن يصير على هالأسلاك. بعض الحساسات الصغيرة ممكن أنه ما تحتاج حمايات، لكن لما يكون في عندي أطوال من تراوح بين عدد سنتيمترات وحتى ممكن تصل إلى 50 سنتيمتر، أكيد رح أحتاج شكل لحماية إما زجاجي أو سيراميكي أو أي شكل بناء الحمايات، مثلا ممكن تكون حتى حمايات معدنية. عندي واضح بالشكل مجموعة من الحساسات مع تغليفة الزجاجي، ممكن نشوفها أيضا بأشكال مختلفة. هذا رح أعرض تشكيلة من الحساسات مع أشكال تغليف أخرى لإلها، لكن قبل ما أوسع بالأشكال رح أحكي شوي بي المواد اللي تنصنع منها هالأسلاك، وهي بشكل أساسي رح أقول المادة الأولى وهي الأكثر شيوعا هي مادة البلاتين أو البلاتينيوم. هي الحساسات مصنوعة من البلاتين، هي حساسات تستخدم لأجل تطبيقات عالية الدقة. عن البلاتين بيعطي قياسات دقيقة لأنه له مواصفات متميزة من ناحية الاستقرار الكيميائي مع ارتفاع درجة الحرارة وقدرة على مقاومة الأكسدة، يعني عم يحافظ على خصائصه بشكل ممتاز. ممكن صنع أسلاك رقيقة جدا مع مواصفات كيميائية أو بأصناف نقية، نوعا ما هو مقاوم للإجهادات، يعني يمكن استخدامه في بيئات مختلفة، يعمل مع مجالات حرارة تراوح بين ناقص 255 و 800 درجة مئوية. لكن هالمواصفات أكيد هو متميز، لكن ضمن حدود، يعني مقاومته للإجهادات هي مقاومة ضمن حدود. إذا صار عليه أي شد أو أي ضغط مرتفع نوعا ما ممكن يأثر على شكله بشكل يأثر على أدائه، ورح نحتاج حتى نحصل على قيم مقاومات عالية رح نحتاج لأطوال كبيرة نوعا ما، مثل ما ذكرنا تصل حتى 50 سنتيمتر. هذا الشيء بيختلف حسب المواصفات بدنا اياها لحتى نحصل على مجال من المقاومات او لقيم المقاومات بيعطي الناقلية المطلوبة وبالتالي المقاومة
المطلوب. ايضا راح اقول انه حساسات RTD المصنوعة من البلاتين بشكل خاص تسمى PRT او Platinum Resistance Thermometer. الشكل الاكثر شيوعا من حساسات البلاتين او PRT هو الحساس PT100. عن حساس PT100 هو الاكثر شيوعا على الاطلاق في التطبيقات الصناعية. انا بشوف كلمة PT هي اشارة لانه هذا حساس مصنوع من البلاتين. والرقم 100 يعني انه عند درجة حرارة 0 سلسيوس راح تكون مقاومته لهذا الحساس هي 100 اوم. عند درجة حرارة 0 سلسيوس راح تكون مقاومته 100 اوم. بعدين ممكن مثلا باغلب التصميمات يكون عندي عند 100 درجة مئوية تكون مقاومة 138.5، لكن PT 100 تاني مصنوع من الأوم مقاومته عندها 0 سلسيوس تساوي 100 أوم. سبق ذكرت أنه هو الأكثر شيوعا بالتطبيقات الصناعية، وذلك أنه البلاتين بيتميز بخصائص بتعطي تكرارية لنتائج بشكل صحيح. علاقة تغير المقاومة مع درجة حرارة هي قريبة جدا من الخطية، وبالتالي القراءات دقيقة و سهلة مقارنة بالأشكال الأخرى من الحساسات. أيضا ممكن نشوف كمان حساسات مصنوعة من البلاتين، لكن نشوف الأرقام PT25، PT50، 200، 500، 1000. مباشرة من الأسماء فيني أعرف مثلا PT25 معناتها مقاومته عند 100 عند 0 سلسيوس تساوي 100 أوم، والPT1000 مقاومته عند 0 سلسيوس أيضا عند 0 سلسيوس هي 100 أوم. طبعا أكيد مع تغير قيم المقاومات بتغير مجال العمل وبتغير دقة القراءة، لكن سبق وذكرت أنه الPT100 هو الشكل الأنسب والأكثر شيوعا لكثير من التطبيقات الصناعية. بالنسبة له قراءة الحرارة، هذا أول جدول هلا راح أشوفه بهذا الملف. في عندي مجموعة من الجداول، راح أشوف إنه مثل ما سبق ذكرنا راح نقيس قيمة المقاومة لحتى نعرف درجة الحرارة. عادة كل حساس بيجي معه حساس RTD بيجي معه جدول. مثلا عندي مثال هون PT100 معه جدول. إذا كانت المقاومة 18.49 فدرجة حرارة هي ناقص 200، درجة حرارة 0 المقاومة هي 100 أوم، درجة حرارة 100 المقاومة هي 138.5. مثلا عند درجة حرارة 750 راح تكون قيمة المقاومة 360.47. برجع بنبه انه انا عم قيس قيمة المقاومة من خلال قيمة المقاومة عم احسب درجة الحرارة، مع التذكير انه بالنسبة للبلاتين علاقة المقاومة مع درجة حرارة قريبة جدا من الخطية، وبالتالي نوعا ما الحصول على القراءات سهل بعد ما يكون معي هذا الجدول. ممكن نشوف هيك شكل من اشكال حساسات ال RTD. هون يكون عندي ملف محمي، هي عندي هون ملف غير محمي، هون ملف محمي مثلا بغلاف زجاجي، هون موجود عندي موجود السلك بشكل ثين فيلم. ممكن هذا الشكل استخدمه لحتى قيس درجة حرارة الأسطح. في عندي هون مثال عن سلك مع حماية، وهون توضيح للحماية والسلك الموجود ضمنه. أيضا بالشريحة هون بشوف مثال عن حساس PRT ملفوف بشكل سلكي ضمن حماية. شوف هون شكل تاني للسلك، في حال كان بدي سلك طويل أكثر من هذا الشكل بدي لفه بطريقة أنه يساعد التغليف مسافة أطول من السلك.
انتقل ل حساس واير ار تي دي، لكن بدل ما يكون مصنوع من البلاتين هو مصنوع من النيكل والنحاس. في عندي اكثر من شكل، مثلا هون في عندي نيكل وحديد خليطة، مثلا في عندي مصنوع من النحاس. شوف من حساسات الشائعة للاستخدام ايضا CU50. شوف كلمة CU50، اول شيء CU معناتها مصنوع من النحاس، ثاني شيء 50 معناتها مقاومته عندها 0 سلسيوس هي 100 هي 50 اوم، عفوا 0 سلسيوس مقاومته هي 50 اوم. نفس الترميز البي تي 100، بي تي 25، بي تي 1000. المادة والمقاومة عندها درجة حرارة 0 سلسيوس. اول شيء رح هو انه ارخص من البلاتين ككلفة، لكن اكيد اقل بالمواصفات. مثلا ما بيشتغل لمجال حرارة اكثر من 300 درجة مئوية، بعد 300 درجة مئوية. مثلا النحاس، الخلائط الغير البلاتينيوم مجال عمل اصغر، بالتحديد النحاس بيشتغل حتى 300 درجة مئوية، بعد 300 درجة مئوية بتغير خصائصه الكيميائية. ايضا يجب صناعته من الاسلاك بمقاطع صغيرة ونقاوي كيميائية عالية. ايضا بنحتاج اطوال كبيرة من الاسلاك حتى نحصل على ناقلية عالية ونصغر بالمقابل قيمة المقاومة. هنا معروف من العلاقة الرياضية انه مع ارتفاع درجة الحرارة راح ترتفع قيمة المقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة. من محاسن استخدام، نقاط قوة استخدام حساسات واير ار تي دي هي انه تعطي اداء مستقر دقيقة نوعا ما كقراءة، وتتميز بالتكرارية، اي عند اجراء نفس القياس عدة مرات راح نحصل على نفس النتيجة. مجالات الخطأ زائد ناقص 0.01 سلسيوس حتى 0.05 سلسيوس، دقة مقبولة جدا عند قراءة درجات الحرارة. نقاط ضعف الحساسات، دائما رح نحتاج دارات مساعدة، معنى تاني نحتاج دارات تولد لي جهود أو تيارات. عند ظاهرة سيلف هيتينج هي موجودة بمعظم الحساسات، بمعظم وليس جميع حساسات الحرارة، عم بستثناء الثيرموكابل رح نناقشها بالتفصيل. ايضا رح نقول انه سرعة الاستجابة بطيئة نوعا ما مقارنة باشكال اخرى من حساسات الحرارة. بالنسبة للحساسية ممكن تحتاج تغيرات لحدود مثلا نص درجة او درجة مئوية حتى احصل على تغير بخارج الحساس، تغير واضح بخارج الحساس. عمليا تعتبر حساسيته نوعا ما منخفضة. هقول هنا خلصت الشكل الأول resistive sensors، thermal resistive sensors من شكل الأسلاك. راح انتقل ضمن thermal resistive sensors إلى الشكل الآخر هو thin film، من اسمه هو راح يكون مصنوع بشكل شريحة أو طبقة رقيقة، بحيث انه هاي الطبقة راح تكون مترسب عليها الناقل بشكل متعرج. الطبقة اللي راح ترسب عليها الناقل هي عمليا غير ناقلة كهربائيا، لكن ناقل حراريا مثل السيراميك. عادة تكون هي بأحجام صغيرة، وككلفة هي أرخص من الشكل الأول الواير RTDs. هي خيار مناسب لما ما بيكون مطلوب منا دقة عالية بالقياس،
مقارنة مثلا بالحالات اللي تقوم فيها استخدام حساسات مصنوعة من البلاتين. يعتمد تكون عندي بهذا الشكل، شوف انه ابعادها صغيرة 2.2 مليمتر، ممكن تكون بأبعاد اكبر. طبعا اكيد هذا الشكل ما هو ثابت، لكن احد الاشكال الموجودة في السوق. من مواصفاتها راح اقول انه تشتغل على مجال حرارة بين ناقص 250 حتى 700 درجة سيلسيوس. قيمة مقاومتها قريبة من 100 اوم، وحتى اعلى من 100 اوم عند بعض التصميمات، احجام من رتبة المليمتر. عادة هي بتكون بشكل تغليف من الزجاج او السيراميك، وبتكون باشكال صغيرة وجاهزة للاستخدام مباشرة. طبعا تتميز انه قراءاتها، نظرا انه هي قليلة دقتها منخفضة نوعا ما، هي لا تحتاج المعايرة عند استخدامها، يستخدم مباشرة عند تركيبها ضمن اي شيء عم قيس فيه درجة الحرارة. هلا صرت مناقش شكلين من اشكال حساسات الثيرمو ريزيستيف، حساسات حرارة الثيرمو ريزيستيف، لكن انا عم قول بالشكلين رح قيس قيمة مقاومة. فأنا لحد هلا ما عرفت كيف رح ركب هاي المقاومة حتى يجري لها قياس المقاومة، بالتالي قياس درجة الحرارة. هون رح بلش احكي عن اساليب ربط حساسات RTD. طبعا في عندي 3 طرق لربط الحساسات. طريقة تعتمد على استخدام سلكين، 3 أسلاك أو 4 أسلاك. الطريقة الأولى هي تواير كونكشن، هي طريقة يكون فيها خطأ كبير في القياسات، وبالتالي يفضل عدم استخدام. الطريقة أعلى دقة هي طريقة باستخدام 4 أسلاك، لكن هي طريقة نوعا ما مزعجة في التركيب، تطلب أسلاك يعني 4 أسلاك. لهيك نشوف في عنا حل وسط هو استخدام 3 أسلاك، هو بيعطيني دقة مع اختصار بعدد الأسلاك من 4 إلى 3. ملخص هذا الحديث انه انا لما بقيس قيمة مقاومة، اسلوب القياس هو في الواقع تطبيق تيار معين حتى يمر بمقاومة معينة، وحساب فرق الجهد وهبوط الجهد على طرفي هاي المقاومة. وباستخدام قانون اوم راح يكون عندي R تساوي الجهد على التيار. عادة هالمقاومات التيارات هي تيارات صغيرة من رتبة الميلي أمبيري، والجهود بالتالي نوعا ما بتكون بقيم ليست كبيرة. إذا باستخدام قانون أوم ممكن أحصل على قيمة المقاومة اللي هي بتوافق فرق الجهد أو هبوط الجهد على هالمقاومة تقسيم التيار المار في هالمقاومة. راح استخدم هذا القانون لحتى أحسب قيم مقاومات حساسات RTD. بالشكل الأول عندي أنا بلاحظ عندي هذا الشكل، هذا هو مقياس، ومقياس المقاومة برجع بقول هو عبارة عن منبع تيار ومقياس جهد. هالمنبع التيار راح يصدر تيار قيمته معروفة وتمر عبر المقاومة، ثم سيتم قياس هبوط الجهد على طرفي المقاومة. طيب شو المشكلة عندي بهذا الشكل؟ أنا سبق وذكرت أنه عندي التغيرات بقيمة المقاومة، نتذكر بالمثال شيء من رتبة 10^-5 أوم. فعمليا أنا بدي لاحظ تغيرات صغيرة جدا، وبالتالي هيدا السلك وهيدا السلك رح يعطوني تأثير على قيمة المقاومة، لأنه هون في عندي مقاومة وفي عندي هون مقاومة، وبالتالي الشكل الحقيقي للقياس هو كالتالي: في عندي مقاومة سلك ومقاومة سلك.
وهذا الشيء بيعني إذا أنا طبقت تيار رح مر التيار نفسه بكل المقاومات، لكن هبوط الجهد اللي أنا عم قيسه هو يساوي هبوط الجهد على المقاومة الأولى زائد هبوط الجهد على المقاومة المطلوبة زائد هبوط الجهد على المقاومة الثانية. إذن من هذا الشكل صار في عندي قياس لي فرق جهد خاطئ أو هبوط جهد خاطئ على ثلاث مقاومات بدل مقاومة واحدة، بالتالي صار في عندي V خاطئ، V على I رح يطلع عمليا عندي قيمة خاطئة وبالتالي درجة حرارة خاطئة. فلهيك ينصح بعدم استخدام هالطريقة في حال أنا ما كنت مضطر عليها، يعني هالطريقة فقط تستخدم في عمليات التجريب الأولية في حال أنا ما كنت بدي ركب تركيب نظام، فقط بدي أشوف أنه الدار عندي توصيلات سليمة ولا لا فقط، ما أكثر من هيك. طيب شو الحل لحتى أحصل على قراءة دقيقة؟ الحل الأفضل هو نستخدم بدل السلكين نستخدم أربع أسلاك. قبل ما أستخدم أربع أسلاك بدي أوضح كيف أنا رح أركبهم لهدول الحساسات. عادة الحساسات RTD هي بالأخير هي مقاومة، ويتم مراقبة تغيراتها من خلال استخدام جسر نحن نسمي جسر واتستون. شوف عندي أنا ثلاث مقاومات متساوية وعندي هون مقاومة، أنا عم وازن الجسر لحتى يصير عندي هون قراءة وخرج للجسر صحيح. فأنا في الواقع المفروض يكون عندي فقط قراءة لهذه المقاومة، لكن سبق قلت أنه في عندي مقاومة سلك ومقاومة سلك، وبالتالي المقاومة الحقيقية الموجودة هون هي RL1 زائد RTD زائد RL2. فلهيك أنا لازم لاقي طريقة لحتى أتخلص من تأثير مقاومات الأسلاك وأحصل على مقاومة الحساس فقط تالي درجة حرارة دقيقة. الحل هو باستخدام أربع أسلاك بهذا الشكل. بنتبه أنه صار في عندي سلكين لمنبع التيار وسلكين لمقياس الجهد. بهي الطريقة رح لاحظ أنه معروف أنه مقاومة مقياس الجهد هي مقاومة عالية جدا، يعني يوافق دائرة مفتوحة. فالتيار اللي رح يوصل لهون ما رح يمر نهائيا بمقياس الجهد، وإنما رح يتابع لعند المقاومة. أيضا التيار رح يتابع لهون ولا رح يجي أي جزء منه لعند المقياس، وبالتالي التيار رح يمر بالمقاومة مثل ما كان يمر سابقا بالشكل مع سلكين. لكن شو اللي استفدناه؟ اللي استفدناه هون انه انا اذا بوصل هالمقياس الجهد على طرفي المقاومة وبتأكد انه ما في عندي هون اي مرور التيار، معناته هون هبوط الجهد صار صفر وهبوط الجهد هون صار صفر، وبالتالي مقاومة هالسلك ومقاومة هالسلك صارت مهملة وما ضل عندي مقاومة مؤثرة على قيمة الجهد الا هاي المقاومة R، وبالتالي صارت عندي قراءة الجهد صحيحة وبالتالي قراءة درجة الحرارة دقيقة. وهيك بهالطريقة بكون تخلصت من تأثير مقاومات الأسلاك اللي عم تكون موجودة مع منبع التيار. لكن في عندي هون مشكلة مع المقاييس أو التوصيل باستخدام أربع أسلاك. لاحظ أنه أربع أسلاك يعني عادة مزعج وجود الأسلاك كثيرة بأي مكان، فلهيك يفضل عادة تقليل عدد الأسلاك، وهذا الشيء رح شوفه باستخدام طريقة 3 Wire Connection. قبل ما انتقل لـ 3 Wire Connection رح شوف كيف صار عندي الشكل المكافئ. برجع بقول مقاومة الأسلاك هي مقاومة موجودة، الأسلاك هي مقاومة موجودة، أنا عم ألغي فرق الجهد اللي عم قيسه من خلال الأسلاك من خلال فصل السلك اللي عم يمر التيار عن السلك اللي عم يقيس هبوط الجهد، وبالتالي هون هبوط الجهد صار صفر، هبوط الجهد صار صفر، وبالتالي هبوط الجهد اللي عم قيسه هو فقط هبوط الجهد على طرفي المقاومة اللي هي الحساس، وبالتالي صار عندي قراءة دقيقة للمقاومة، وبالتالي قراءة دقيقة لدرجة الحرارة. هلا بدي انتقل الى الشكل التالي اللي هو
3 wire resistance او 3 wire connection. بهذا الشكل راح اصل على التوصيل التالي. اولا كتركيب ضمن الجسر راح يصير في عندي 3 اسلاك موصولة بهذا الشكل. المطلوب مني انه عمليا احصل على التأثير الناتج عن مقاومة الحساس والتخلص من تأثير مقاومات الاسلاك. كيف راح ننفذ هذا الشيء؟ يعني كأني عم نقول انه بدي المقاومة المكافئة تكون هي عبارة عن مقاومة RTD اللي هي المقاومة الاساسية اللي انا بحتاجها لحتى احصل منها على درجة الحرارة فقط. كيف راح احصل على هذا الشيء؟ شو راح استفيد من هالتوصيلة الموجودة عندي؟ راح اقول انه بحتاج هون اجري هون عملية قياس اضافية اللي هي عملية اما قياس لهالمقاومتين مع بعض او فرق الجهد على بين طرفي هالمقاومتين، وبالتالي من خلالهم انا عم قيس هالمقاومتين. يعني باختصار انا لازم يكون معلوم عندي RW1 و RW2. ملاحظة الأساسية بالطريقة من التوصيل أنه رح نعتمد أنه الثلاث أسلاك هي ثلاث أسلاك متطابقة تماما، وبالتالي الأسلوب هنا رح يكون على خطوتين. الخطوة الأولى ممكن احتاجها ممكن فقط أول مرة، هي قياس قيمة هدول المقاومتين من RW1 زائد RW2. بعدين رح صير قيس المقاومة RW2 زائد R زائد RW3. شو صار عندي وشو استفدت لحد هون من هذا الحكي؟ لما بيكون عندي مجموعة هالحلقة رح أحسب الفرق بيناتهم اللي هو مجموع RW2 زائد R زائد RW3 RW2 زائد R زائد RW3 ناقص مجموع الحلقة الصغيرة اللي هو RW1 زائد RW2. بحساب بسيط رح يطلع معي فقط R، وبالتالي رح لاحظ انه اتخلصت من تأثير الاسلاك وبقي عندي فقط قياس المقاومة الخاصة بالحساس وبالتالي قراءة دقيقة لدرجة الحرارة. وهيك بشوف انه استخدام ثلاث اسلاك اعطاني قراءة لدرجة حرارة دقيقة مع اختصار سلك عن الطريقة اللي هي فيها 4 اسلاك. هذا صار عندي ملخص لثلاث طرق توصيل، هي إما بسلكين أو 3 أسلاك أو 4 أسلاك. شوف عندي هون مثال عن حساسات RTD. شوف إما رح تعطيني فرق جهد وأنا من خلال هالفرق الجهد ممكن أحسب درجة حرارة. بمعنى تاني رح أشوف هون إنه الحساس مباشرة ما عم تعطيني فرق جهد، عم قيس مقاومة ويوجد ضمن الحساس دارة بتحول المقاومة إلى درجة حرارة، وبالتالي بيوصل إلى المعالج أنا واصله هذا الحساس درجة حرارة مباشرة، أو الحساس ممكن يعطيني خرج إما بشكل جهد أو بشكل تيار، وهذا القراءة اللي هي قراءة تشابهية. ممكن أنا يكون عندي المعادلة موجودة على المعالج أو على المتحكم لحتى أحول قراءة الجهد أو التيار اللي أخذتها من حساس معين اللي هي عملية رح توافق لي قيمة مقاومة، رح أحصل منها القراءة على درجة حرارة المقاسة. إذن ممكن حساس يعطيني إما قراءة مباشرة أو قراءة بشكل تيار أو جهد، هي قراءة تشابهية حتى حولها إلى درجة الحرارة المقاسة. ننتقل هلأ لظاهرة موجودة ضمن معظم حساسات الحرارة، برجع أقول باستثناء الثيرموكابل، هي السيلف هيت. السلف هيت هي ظاهرة هي مرافقة لأي مقاومة بمر فيها تيار. هيدي المقاومة أكيد لما بدي مر فيها
التيار راح يصير في عندي تبديل لاستطاعة معينة موافقة لـ I مربع ضرب R. هذه الحرارة راح تؤدي لرفع حرارة الحساس نفسه بمقدار درجة لكل ملي واط، هي الواحدة ارتفاع درجة الحرارة الموافقة للاستطاعة، أو راح أقول فيني أحكيها بالشكل المعاكس إن تبديد استطاعة معينة قادر على رفع درجة الحرارة بمقدار معين. إذن إما سيلسيوس أو درجة حرارة اللي بترتفع عندي عند كل الاستطاعة، أو الاستطاعة اللازمة لزيادة درجة الحرارة بمقدار معين. بالنسبة للحساسات الـ RTD رح أقول أنه هذا الخطأ فيها موجود، تراوح بين 0.01 سيلسيوس لكل ملي واط حتى 10 درجات مئوية لكل ملي واط. هاي القراءات يتم أخذها إما في الهواء أو في الماء في السوائل، وعادة بتكون عندي هالقيم في السوائل هي بتكون أقل. أكيد هاي الظاهرة السلفية تعتمد على قياس الحساس وعلى البيئة المحيطة. مثلاً راح تكون هالظاهرة أثر أقل في العناصر الكبيرة وأثر أعلى في العناصر الصغيرة، ولازم انتبه على هاي الظاهرة لما يكون عندي القراءات كلها من رتبة صغيرة، بمعنى تاني أقل تيار عن يمر عندي ممكن يأثر عندي على القراءات. بالتالي لازم من هالناحية لازم حاول أن يستخدم تيارات أصغر ما يمكن حتى أخفف من ظاهرة السلفيت. أيضا راح ناقش موضوع response time، زمن الاستجابة. بالنسبة لزمن الاستجابة لحساسات RTD، يعني هو كمفهوم هو واحد لجميع الحساسات، تحديد هون شغلي بدرجة الحرارة، لكن راح أقول أول شيء إنه هذا البرامتر بجيبه من النشرة الفنية للحساس، عادة بيكون مختلف بين الهواء والماء وبين الأوساط المتحركة والأوساط راح أقول راكدة أو ما فيها حركة. تراوح قيمته حسب طبيعة الحساس، أو ممكن أقول تعريفه حسب أنواع الحساسات. ممكن هو الزمن لازم يوصل 90% من الاستجابة النهائية، وبعض الحساسات بيقيسوها لزمن الوصول إلى 50% من استجابة الحالة عند الاستقرار. بالنسبة للـ RTD عادة هذا الزمن عم يكون طويل نوعا ما، وبالتالي رح أقول استجابة بطيئة. حساسات حرارة بشكل عام استجابتها ما عم تكون سريعة جدا، أسرع شيء رح أقول بعدين بأنصاف النواقل، لكن أنصاف النواقل وبالتحديد بال NTC و PTC. لكن بالنسبة لل RTD رح أقول إنه هي بطيئة بشكل مزعج حتى، يعني وليس فقط بطيئة. ممكن يتراوح هيدا الزمن الاستجابة بين نص ثانية في الماء مثلا، ممكن يوصل إلى 100 ثانية في الهواء المتحرك. طبعا 100 ثانية هو زمن طويل جدا إذا أنا عم أخذ قياسه، بالتالي لازم أعرف استخدم حساس مناسب بيعطيني سرعة الاستجابة المناسبة. رح أقول إنه لحد هون ناقشت شكلين من حساسات ثيرمو ريزيستيف اللي هي الواير RTD أو الـ RTD المصنوع من الأسلاك، والثين فيلم RTD اللي هي حساسات الثيرمو ريزيستيف المصنوعة بشكل فيلم أو استرجمت عنه شريحة أو رقائق. الشكل الثالث من حساسات الـ RTD
اللي هي تندرج اكيد تحت ثيرمو ريزيستيف. الشكل الثالث من حساسات الار تي دي هو حساسات ار تي دي المعتمده على انصاف النواقل، وهي بالتحديد السيليكون ريزيستيف سنسورز. تعتمد بشكل اساسي على الناقليه اللي نحصل عليها ضمن انصاف النواقل، وهي بشكل اساسي معروف انه تعتمد على الكترونات التكافؤ اللي هي موجوده بالطبقه الاخيره من انصاف النواقل. من المعروف انه تطبق حراره، هل الحراره راح تعطي طاقه للالكترونات الموجوده في الطبقه الاخيره، وبالتالي راح تصير عندي قادره على الانتقال الى ممكن ذرات اخرى. ومعروف ايضا انه بيكون عندي دائما بالحركه زوج الكترون ثقب. وانا ما همي اليوم التفاصيل كلياتها، لكن من الضروري انه توضيح سبب الناقليه بانصاف النواقل. عاده الناقليه بترتفع مع ارتفاع درجه الحراره ب انصاف النواقل، وهي عامل او ترتبط بشكل واضح بدرجة الحرارة. لكن فينا نقول انه هل المجال من الناقلية يعني بتكون مواصفاته معروفة ضمن مجال محدود من درجات الحرارة، ليست المجال الواسع مثل باقي حساسات الحرارة اللي ممكن هلا اذا حكيت عنها او بدي احكي عنها بعد شوي. عادة شكل الريزيستيف السيليكون ريزيستيف سنسورز هو مصنوع من السيليكون، ممكن إضافة بعض الشوائب لحتى تزيد الناقلية. بشكل عام هالحساسات أغلبها بيسلك سلوك NTC، يسلك سلوك NTC أي Negative Temperature Coefficient، أي مع ارتفاع درجة الحرارة راح تصغر قيمة المقاومة. مع ارتفاع درجة الحرارة راح تصغر قيمة المقاومة. سبق وذكرت انه السيليكون لحتى تزيد ناقليته، وناقليته عالية لحتى تزيد ناقليته لازم ضيف مجموعة من الشوائب. انا ماني بوارد هالتفاصيل. طبعا سبق وقلت انه معظمها بيكون أداؤه بشكل NTC، لكن ممكن في مجالات معينة يصير في عندي تغير للسلوك بحيث يصير بشكل PTC، أي أن درجة مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد قيمة المقاومة، ثم ضمن مجال معين ثم يعود إلى سلوك NTC، أي أن مع ارتفاع درجة الحرارة تنخفض قيمة المقاومة. مجالات الـ PTC عادة هي تتراوح أو تصل حتى 100 درجة مئوية ببعض أنواع الحساسات. وهذا الشيء أكيد بشوفه لأن بشوف منحنيات موجودة بالنشرات الفنية، وهلا رح أشوف مثال واضح على هذا الكلام. شوف عندي هون مثال على شوف عندي هون PTC مع ارتفاع درجة الحرارة تزداد قيمة المقاومة، هذا تصرفه بهذه المنطقة وضوحا هو تصرف PTC تماما. شوف عندي هون مثال تاني حتى 200 درجة مئوية تقريبا، شوفوا سلوكه سلوك PTC، لكن بعد 200 درجة مئوية عم يسلك سلوك NTC، أي مع ارتفاع درجة الحرارة عم تنخفض قيمة مقاومته. أما بال PTC مع ارتفاع درجة الحرارة عم تزداد قيمة مقاومته. فلهيك أنا لازم أكون منتبه للموضوع، المجال القياس اللي عم استخدم فيه الحساس. ايضا هلا هذا مثال واضح، مثلا حساس KTY81، شوف كيف مع ارتفاع درجة الحرارة عم ترتفع عندي انا قيمة المقاومة، ارتفاع يعني كبير وواضح. مرور سريع على مواصفات RTD المصنوع من السيليكون. هو احد اشكال انصاف النواقل. رح اقول انه تعاني من مشكلة انه مميزتها هي لا خطية،
يعني قراءتها نوعا ما صعبة على مجالات كبيرة، بالتالي هي راح تكون خطية فقط ضمن مجالات معينة وصغيرة نوعا ما، بتعطيني حساسية لحدود 0.5 إلى 0.7 بالمية لكل درجة مئوية، كأني عم أقول إنه بتتغير مقاومتها مقدار 0.5 إلى 0.7% من قيمتها لكل أجل كل درجة مئوية، مثل ما حسبنا المثال بالسلك النحاسي لأجل الواير RTD. مجال عمل هالحساسات مثل كل شيء على السيليكون هو مجال حراري، إنه ضيق نوعا ما، بتراوح بين ناقص 55 حتى 150 درجة كحد أعظمي، حتى إنه المجال النموذجي يتراوح بين ناقص 45 حتى 85، أو في منها فقط مع المجال الموجب بين 0 و 80 درجة مئوية. أيضا من المواصفات نوعا ما الشائعة مقاومتها عند 25 درجة سيلسيوس، لازم تكون 1 كيلو أوم. وهنا مثلا عندي هون عند 25 درجة سيلسيوس هو 1000 أوم ليكا مثلا. عادة تجي بشكل شرائح صغيرة ومغلفة بمواد للحماية، مثلا مثل مادة الإيبوكسي أو حتى غلاف معدني، نشوفها أيضا بأحد هالأشكال. سأكون غلاف معدني، وأنا عندي هذا تغليف، هذا حساس KTY 81 و 82، نشوفهم بهالأشكال. هي أشكال سهلة التركيب جدا ضمن الدارات الإلكترونية. هون رح أقول أني خلصت الشكل الأول من الأشكال الأساسية الثلاثة، أو عفوا حتى الشكل الأول من حساسات الثيرموريزيستيف اللي هي الشكل الأول من الأشكال الأساسية لحساسات الحرارة. إذن لحد هون بهذا المقطع الفيديو رح أقول أني خلصت الشكل RTD من الثيرموريزيستيف سنسورز. المقطع التالي رح ننتقل لحتى نعرض الحالة الثانية من الثيرموريزيستيف سنسورز اللي هو الثيرميسترز، بعدين نتابع بالثيرمو إلكتريك سنسورز والسيمي كوندكتور سنسورز.